صباح الخير يا اسامه. اهلا استاذ كمال. زحمه. اقعد انا يا سيدي نسيت اقول لك امبارح ان في مذيعه عرفتي جايه تعمل معاك حوار لقناه تلفزيونيه. مذيعه وتعمل معايا انا حوار لقناه تلفزيونيه؟ ايوه يا سيدي، ما هي قريبتي وقعدت ادردش معاها عن حكايه الاعلان اللي انت عملته على النت ده، وهي عجبتها الفكره وحابه تعرف الناس بيها، ولو اني شايف ان الفكره دي فاشله جدا. فاشله ازاي يا استاذ كمال؟ لو كانت فكرتي انا فاشله ما كانتش هي اعجبت بيها، وما كانتش قالت لك انا عايزه اعمل حوار للتلفزيون عشان تفرج ملايين 87 مليون تفرجهم على تجربتي عشان الناس كلها تطبقها. وانا بصراحه مش عارف النهارده اذا كنت فاضي مواعيدي تسمح بلقاءات تلفزيونيه ولا لا. طيب بقول لها تاجلها اليوم تاني. لا 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 اقعد يا استاذ كمال. لا لا انا كنت بهزر بحضرتك، التلفزيون يجي يشرفنا وانا كمان هشرفك وعلي حسك كده. طب شوف بقى، انا عايزك وانت بتعمل حوار تجيب ستي كده بكلمتين حوالين، ما انا المدير بتاعك برضه يا اسامه. طب هي جايه تعمل معايا انا حوار في تجربتي في الجواز، ايه دخل شغل المركز في الموضوع ده؟ يا سيدي هات سيرتي عرضا كده في النص، خلي المدام والاولاد يفرحوا في البيت. يعني وانا بقول لها انا نفسي في عروسه يبقى شعرها اصفر وعينيها خضراء استاذ كمال، وبعد كده اكمل معاها حوار. خلاص خلاص مش عايز منك حاجه، اعمل حوار لوحدك. لا لا والله استاذ كمال انا بهزر معاك، اساسا انا مش هجيب غير سيرتك، انا مش هتكلم عني. اتكلم عني ليه؟ يعني عايز تتكلم في تجربتي؟ انا هتكلم على حضرتك بس. اول حضرتك قد ايه ماسك المركز من زمان من حديد. انا اساسا فرحان قوي ان انا بشتغل مع حضرتك، بس هي تيجي. هو ده العشم فيك برضه يا اسامه، ده انت اعز موظف عندي. طب الحق بقى اقوم ابلغ الاولاد والمدام بميعاد البرنامج. التلفزيون جاي، التلفزيون جاي. تجربتي في الموضوع ده مش سهلة، أخدت وقت كبير أوي عشان أحط كده ولا أقعد كده. أنا تجربتي في التلفزيون دي مش سهلة حضرتك يعني. أنا بقول للشعب المصري ما يقلقش من الجواز. يا مسعد! يا مسعد! أمرني يا أستاذ أسامة. عايزك توضب شوية معايا المكتب. أصل التلفزيون جاي يصورني. الله أكبر، التلفزيون جاي. يا رب يبقوا بتوع برنامج صبايا. اشمعنى برنامج صبايا؟ علشان بيعالجوا مشاكل كتير وبينكدوا عليا وعلى كل أهل الدويقة، وبيعالجوا مشاكل إنسانية ومعاناة. يا ده برنامج جميل قوي يا أستاذنا. وهيصوروا معايا ليه؟ شايف أبويا قتل أمي وعايزين يعملوا معايا حوار؟ ولا داخل أعمل عملية ومحتاج تبرعات؟ شوف يا مسعد يا ابني، أنا اللي جاي يصور معايا التلفزيون عشان يستفيد من تجربتي. تجربتي اللي هتهز أرض مصر كلها وعايزين يعمموها، تجربتي بتاعت إعلاني اللي على النت. الله أكبر، تعيش وتجرب يا أستاذنا. أستاذنا أنا سامع صوت بره، الظاهر إن التلفزيون وصل. لما ألحق أسجل معاهم، الجرافات مظبوطة؟ إيه الجرافات مظبوطة إيه؟ شوف لنا لينكس مظبوط، أنا اللي هسجل معاهم مش أنت. ده أنت هايل يا أستاذنا. طب ندخلهم ولا نتقل عليهم شوية؟ لازم ندخلهم يا أستاذنا، ده التلفزيون كله ثقافة وعلوم وفنون ومسلي كمان زي السينما. التلفزيون التلفزيون. روح دخلهم، روح دخلهم. حاضر حاضر يا أستاذنا. يلا يا اساتذه استنى لايك، احنا تعالوا هنطلع الهوا. ازيك يا استاذ اسامه؟ اتفضلوا يا اساتذه، اتفضلوا يا نجمتنا، يا نجمه النجوم. صباح الخير يا استاذ اسامه، انا جالك بسرعه، لازم امشي بسرعه عشان عندي حوارات كتير وتقارير كتير ومواعيد كتير. بس انا عندي كلام كتير. طب يلا مكيركوا فير، يلا 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 مكير بسرعه للاستاذه المكير. يا ابني مش انت المكير؟ مش انا يا ريس، مش انت. مش هات هات روش. ثانية واحدة، هو ايه الجمال ده؟ القمر بتاعنا. انتي نجمة القناة، احنا من غيرها ما بنبيعش. الله عليك. تمام. الفوضى ده عينيا ليكي. يا سلام يا سلام. موناليزا جميلة الجميلات. يلا يا اساتذة ستاند باي، 5 4 3 2 1. استنى استنى استنى، عايزة مراية. مراية؟ يلا يا اساتذة هاتوا لنا مراية. مش انت اللي معاك المراية؟ مش انا يا ريس. ام لمين؟ اوعى هتنمشط. بص هنا في فسفوسه طالعه لي من امبارح، بس حط لي بودر عشان مش عايزه. انا ضد الفسافيس. وريني هو ده يا جمالك يا جمالك يا جمالك. يلا اساتذه يلا بقى هنصور. يلا هو ده. يلا 5 4 3 2 اكشن. امبارح كلت دوب كتير وكان في اسناني في حاجات صفرا. يا اساتذه يا اساتذه، لا انت عايزه فرشه سنان. استني كده افتحي اسنانك، افتحي اسنانك. هايله هايله. يلا يا اساتذه 5 4 3 2 اكشن. استنى استنى استنى، هو مفيش غير حضرتك وحضرتها في القناه ولا ايه؟ معلش بقى يا استاذ، انت عارف بقى احنا قناه جديده ولسه فاتحه جديد عشان الانتاج بقى البادجت. اتفضل. يلا 5
4 3 2 1 اكشن. استني، ده المخرج هرب، هو راح فين؟ اما هو صاحب القناه اصله جه تحت. طب هو نزل له ليه؟ ما هو السواق بتاعه. اتفرجت على البرنامج اللي قلت لك عليه امبارح؟ اه بس ما تفكرنيش يا مها. امال ما كلمتنيش ليه؟ انا قلت انك نمت. ده انا اغمى عليا من الذهول، مش قادر اصدق اللي انا شفته. طب ما شاركونا الحاجات اللي انتوا عمالين تتفرجوا عليها في الخباثه دي. ده برنامج بيحكي عن حادثه حقيقيه في امريكا. ما قلتليش ليه؟ ما انت عارفه ان انا قاعده فاضيه ووحداني. بص يا ستي، راجل ومراته مخلفين بنت مخها ناقص في التكوين، المفروض ان هي تموت بعد 4 ايام. والنبي يا مهما كملي. مهما كملي، بحب البرامج دي جدا. الدكاترة عرضوا على أهلها إن هم يتبرعوا بكل أعضائها لأطفال تانية محتاجة في كل مستشفيات أمريكا. وطبعاً كل مستشفيات أمريكا مرتبطة بشبكة كمبيوتر واحدة، يتبعت الإيميل يوصل لـ 52 ولاية في وقت واحد. يا قوة ربنا، شبكة إيه دي؟ واحدة حامل في ولد عنده عيب في القلب، لو اتولد كده هيموت بعد 6 ساعات. خلاص يا مها والنبي ما تكملي، انا اعصابي تعبت. الحمد لله ان انا ما خلفتش، كان زماني جبت بنت ولا ولد ومش هحتف عليهم. استني يا اختي لما تعرفي حصل ايه للولد. كملي يا مها كملي. الست لما خلفت الولد عشان يعيش حطوه في الفريزر، وعملوا عمليه نقل قلب من البنت للولد. الجراح بقى كان لابس جوانتي قد كده عشان صوابعه ما تتجمدش لما يحط ايديه جوه الفريزر، وبعدين راحوا شالوا كل الاجهزه اللي على البنت وفتحوا وخدوا قلبها. والنبي كفاية. خلاص مش هكمل، بس لو تشوف الولد ده وهو راكب عجلة استحالة تقول ان هو عمل عملية نقل. ياه، قدمنا كتير عشان نوصل للمستوى ده. قال يا جارية اطبخي، قال يا سيدي كل. ما اظنش الموضوع موضوع فلوسه بس عشان نوصل للمستوى ده من التقدم. يا جماعة، التقدم ده اسلوب في الحياة ونمط في التفكير. يعني أي دولة قيادتها لما بتفكر إنها تنمو بيبقى ده هدفها القومي. برافو عليك يا أسامة. ده بيقولوا لكم اليابان البلد الأولى صناعيا في العالم. تخيلوا ما عندهاش اي مورد موارد طبيعيه، ولا غاز ولا بترول ولا حتى اراضي زراعيه، دي مجموعه جزر جواها جبال ووصلت اللي هي فيه دلوقتي. بس عندهم المخ الياباني والعمال اللي بيشتغلوا بعض مواعيد العمل الرسميه، ولا النمور الاسيويه الاربعه اللي قد عقله الصباع على الخريطه. بقول لكم ايه، انا بصراحه صدعت منكم وحاسس ان انا قاعد في خمسه لصحتك. انا هروح بقى اقابل عروسه بتاعت النهارده، اصلها عروسه خجوله كده هو وبسيطه، وبعدين عايز اقابلها بروح جامده مش بروح سلبيه، وان شاء الله ان شاء الله هثبت لكم ان انا انسان طبيعي جدا وهرجع لكم بالعروسه في ايديا. انتي خريجة زراعة قسم بساتين مش كده؟ في الحقيقة يا أستاذ أسامة أنا فخورة قوي إني خريجة القسم ده، أصلي بحب الخضرة والزرعة قوي. طب اهدي اتفضلي عودي. ممكن أطلب منك طلب سخيف؟ اتفضلي. ممكن نقعد على الأرض؟ أصل أنا بحب أحس بملمس النجيلة على جسمي قوي. اتفضلي. يا سلام، قد إيه اللون الأخضر مريح لأعصابي، بس تحول لكابوس في حياتي، بقيت أحلم بكل حاجة لونها أخضر، حتى وش أمي الجميل الحنون بقيت أشوفه في كوابيسي لونه أخضر. بحب فيلم العتبة الخضراء ومسلسل الرجل الأخضر، حتى لما ببقى تعبانة نفسياً بستريح لما أروح أقعد في الكوم الأخضر. بس الحالة اللي عندك دي ممكن تتعالج، دي بتبقى زيادة شوية في كهربة المخ. ما أنا عارفة إنها زيادة في كهربة المخ. إيه؟ طب إيه اللي وصلك للحالة دي؟ بص يا أستاذ أسامة، عشان أحكي لك الحالة دي جات لي إزاي لازم أرجع بالذاكرة لورا شوية. أنا كنت طفلة طبيعية زي كل الأطفال. رحلات المدرسة حببتني في البساتين وفي الزرع وفي الجناين. حتى لما كنت بروح جنينة الحيوانات مع أصحابي، صحابي كلهم كانوا بينتشروا ويقعدوا يلعبوا مع الحيوانات، وأنا أقعد ألعب مع النجيلة والشجر والورد. ما تستغربش يا أستاذ أسامة ما أقولك إني خريجة زراعة قسم بساتين، ودخلت الكلية دي بإرادتي مش عشان مكتب التنسيق. بس برافو عليك إن أنتي بتدرسي حاجة بتحبيها، في ناس كتير ما خدوش الفرصة دي. بس لما اتخرجت أحبطت على الآخر، اكتشفت إن مصر ما فيهاش بساتين أصلاً قبل ما أشتغل فيها. طب عملتي إيه؟ مش أنا اللي عملت، أبويا هو اللي عمل،
جاب لي واسطه كبيره قوي من مكتب القوه العامله. واشتغلتي فين؟ مفيش، بعتوني كده مكتب بريد في كفرة هرمز. ياه، وعملتي ايه في كفرة هرمز بالظبط؟ قالوا لي خدي الكرسي ده وقعدي على المكتب ده ونشي الدبان ده. تخيل يا استاذ اسامه كل يوم 8 ساعات ضايعين من عمري في اني قاعده بنشي الدبان. انش انش انش. في غيرك مش لاقي نشي الدبان ده؟ بس اوعي تكوني استسلمتي. لا ابدا يا استاذ اسامه، انا سبتها لهم مخدره، ضربت لهم كرسي في الكلب وسبت المكتب خالص. احسن برضو. تحب اجيب لك حله محشي قرص فسيخ ملانه سميت وبيت وجبنه افرشهم لك هنا؟ بقول لك يا استاذ اسامه ان ده محترم، ما ينفعش القعده ديت. حاضر حاضر. تشربي ايه؟ اي حاجه خضرا لو سمحت. عندنا ليمون اخضر، بصل اخضر، وعصير ملوخيه. زي بعضه، هاتلي شويه. وانت يا استاذ اسامه؟ هاتلي اي حاجه، اتفضل. ماشي. طب بعد اذنك بس، انا ظهري انكسر، فممكن نقعد على الترابيزه شويه؟ زي بعض، يلا بينا. يلا. بس يا سيدي، بعد ما ضلمت لك مكتب البريد، واحدة دفعتي قالت لي تعالي في مشروع الناس بتوعنا في الجامعة عاملينه، 10 أساتذة في الجامعة عاملين مشروع ومسمينه إيه؟ ازرع فلتك. هم هيخشوا بالإدارة والفلوس وإحنا نخش بالمجهود. قلت يا بنت خشي معاهم أو تقلبي أكل عيشك. دوخونا السبع دخان وهاتوا تقارير وحاولوا تثبتوا إن الأرض لا فيها آثار ولا بترول ولا ذهب. يا ده انتوا تعبتوا قوي، واثبتوا ده فعلا؟ ايوه يا سيدي. وفي الاخر بعتونا 3 جهات عشان يحددوا سعر الفدان. اتاري اصلا الدوله محدده من الاول. وقامت بقى ايه وزاره الري بعتلنا مندوب عشان يسالونا هتسقوا الارض ازاي. الله، هي دي مش ارض خاصه؟ مالها الحكومه بالموضوع ده يا سيدي؟ فوت. المهم حفرنا بيرين كلفونا 200,000 جنيه، واشترينا طلمبة ب50,000 جنيه، ده غير ألافات الجنيهات اللي ترمت في السماد والمبيدات وغيره وغيره وغيره. طب إيه اللي حصل؟ قلنا بقى نجيب عمالة. طب ده حلو، انتوا كده هتقضوا على البطالة في البلد. ما احنا ملقيناش. إزاي؟ ملقيناش فلاحين. اللي لقيناه بنى عمارة على أرضه الزراعية، واللي هج على الخليج وليبيا، واللي دلوقتي بيحاول يهاجر هجرة غير شرعية لليونان وإيطاليا. بنقرأ عن الحاجات دي كتير. مش مشكلة يا سيدي، احنا قلنا طالما الأرض أرضنا يبقى استحالة نتخلى عن حلمنا. على رأي صلاح جاهين، عايزينها تبقى خضرة الأرض اللي في الصحراء. والأول وآخر مرة في حياتي أحس بطعم النصر، أحس بطعم النصر على اللون الأصفر الجربان بتاع الصحراء، عشان خضرت بإيدي دول أرضي حبيبتي، خليتها لونها أخضر جميل زرع وراور. طب وليه لآخر مرة؟ لأن محافظة الشرقية قامت بحماية أرضها، واكتشفنا إن الأرض اللي إحنا تعبنا فيها وشقينا فيها طلعت تبع محافظة الإسماعيلية مش الشرقية. قامت محافظة الإسماعيلية طقشة محافظة الشرقية. يا نهار اسود. بس احنا رفضنا نتخلى عن حباية تراب واحدة من أرضنا. قاموا بعتين لنا البلدوزرات، قلع قلع قلع، واحنا واقفين نتفرج فرج فرج على الخراب والدمار واللون الأخضر الجميل رجع تاني صحرا جربانة لونها أصفر. كابوس فعلا. بس أنا كنت عايز أسألك سؤال، يعني أنتي ليه رديتي على الإعلام بتاعي؟ أصل الصورة اللي أنت بعتها لي كنت لابس فيها تيشيرت لونه أخضر. هو ده بس اللي خلاكي تعجبي بيا؟ طب أنسة نجلة، أحب أقول لك إن إحنا مش هينفع نكمل مع بعض. ليه بس يا أستاذ أسامة؟ ده أنا قلت خلاص الكابوس انزاح ولقيت شريك حياتي اللي هيساعدني إن إحنا نزرع فلتنا سوا. لا، ازرعي فلتك لوحدك، أنا سكتي غير سكتك. إزاي؟ أصل أنا سكتي بيضة لكن أنت سكتك خضرة. خضرة خضرة، انتي خضرة بالتلاتة.
فكره، ايه رايك يا مها احنا ناخد حته ارض في الصحراء ونعمل فيها مزرعه ونبني فيها فيلتين، واحده ليا انا وايهاب واحده ليكي انت لوحدك. ليه بقى ما قلتيش فيلا ليا انا واسام؟ يا مها يا حبيبتي والله انت صعبان عليا، اسامه ده لو بيحس كان حس من زمان قوي، انت كده بتضيعي في وقتك. تصدقي يا بنت هالة، تصدقي ان انت بنت خلصه قوي، انا مش هشركك معايا في اي موضوع تاني، بالذات بقى موضوع المزرعه، لحد بقى ما اسامه يحس بيا. تاني اسامه؟ يا لهوي! ازيك يا بتاعت ازرع فلتي؟ بقولك ايه، مش انت عشان نضحك عليكي في الارض اللي عايزه تزرعيها عايزه تضحكي عليا وتاخدي ارض جدي؟ لا لا والف لا، ارض جدي هزرعها بمزاجي، ازرعها فل، ازرعها ياسمين، ازرعها ورد، ازرعها برسيم، انا حر، وانتي مالكيش عندي غير دي.